حبايبي عاملين ايه؟ يا خير خير. هي فين؟ جوه اوضتها. اوكي خد يا حبيبي. يلا يلا بينا. مستعدين؟ مش عايزكم تقلقوا، انا مرتب كل حاجه وكله تحت السيطره. بس ايش هي كده؟ يا ولا انت ابو عين حلمه. مين اللي رن الجرس؟ خاله رمزي. في ايه يا رمزي؟ مفيش حاجه، ما تقلقيش كده. ايهاب كويس؟ ايهاب كويس. امال في ايه وانتوا لابسين ليه؟ مفيش حاجه. انا هفهمك. انا النهارده الصبح جيت قعدت مع البنات واتكلمنا في الموضوع ما خلاص خلصنا كلام في الموضوع ده. طبعا كتر خيرك اللي انت عملته، بس انا قلت لكم ان انا مش عاوزه اتكلم في الموضوع ده تاني. طب اسمعينا بس يا ماما. مش عاوزه اسمع، انتوا ما بتفهموش. انا خلاص نقلت حسن. نقلتيه فين وليه؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه هتسيبينا واقفين هنا كتير كده؟ انا واخد ميعاد. وميعاد مستعجل قوي على فكره. اتفضل ندخل. اتفضلوا طبعا، تنوروا الدنيا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء الخير يا انكل. تعالي تعالي اقعدي جنبنا هنا يا عروس. اتفضلي اقعدي. يا اهل. انا اروى كلمتني وقالت لي اجي النهارده علشان اطلبك من رمزي، وانا هند كلمتني وقالت لي لازم تكون موجود النهارده علشان اونكل حسن هيطلب ايد ماما، وانا بقى اللي ظبطت الموضوع كله من الاول. باختصار شديد وعشان ما تفضليش محتاره كتير، اول حاجه احنا اسفين، ده مبدئيا. تاني حاجه احنا موافقين، وتالت حاجه بقى احنا قررنا اننا نخوض معاكي التجربه دي، والفضل بيرجع لاتنين. خالو اللي جه واتكلم معانا وبصراحه كان عنده وجهه نظر مهمه جدا، وانكل حسن اتكلم معايا برضو وشرح لي ان ولاده ما كانوش موافقين، بس بعد تفكير وافقوا. مين عارف مش ممكن في الاخر انتي وانكل حسن تطلعوا صح. مبروك يا ماما. انتوا مستعجلين على ايه يا بنات؟ انا لسه هسال عن اخلاقه وعن ماضيه وعن معلش 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 استنى بقى. لا تسال على مين، ده احنا ابننا زينة الشباب. طبعا طبعا شباب زينة زين. طبعا. وبعدين على كل حال احنا بنشتري راجل، ولا ايه يا نادي؟ طبعا على ما هتجمع وترد علينا نكون احنا قرينا الفاتحة وخلصنا. مش حد بيزغرط ولا ايه؟ زغروط ولا ايه؟ بس 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 ايه مالكوا هفتنين ليا يا بنات؟ يا سيدي ديني في العتائق النهارده. الله الله الله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14.99 جنيه، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. أنا جبتكم المطبخ هنا عشان ده المكان الوحيد اللي أبوكم مش هيشك فيه إن إحنا بنقعد فيه. اقعدوا. إيه اللي بتعمله ده؟ لزوم السسبنس. بصوا بقى يا شباب، المرحلة اللي داخلين عليها دي اسمها أعصر على نفسك ليمونة. ودي هتبتدي من النهاردة وهتنتهي بعد الفرح مباشرة. أمكم اتقرت فتحتها يا بنات وإحنا هنقرا الفتحة. هما دلوقتي قاعدين بيرتبوا هيعملوا إيه. المرحلة دي اسمها ريح الزبون. المرحلة دي خلاص ابتدت.
عندنا 3 كلمات بس ممكن نقولهم في المرحلة دي، كلمة حاضر ونعم وطيب. كلمة لأ مش معانا خالص في المرحلة دي. دي هتخلص امتى بقى؟ بعد الفرح. قصدك ان احنا نبتدي بعد الفرح على طول؟ يعني افهم من كلامك ان احنا مش هنعمل اي مشاكل دلوقتي؟ خالص بالعكس، ده احنا لو في مشكلة هنساعد في حلها. خلي بالكم ان ماما هتبقى فاكرة ان احنا كلنا قافشين. لا بعد اللي قلناه بره ده استحال. بالعكس انا مع هند، ماما زمانها دلوقتي قاعده حاطه ايديها على قلبها. وخلي بالكم احنا اللي رايحين لهم مش هم اللي جايين لنا. بالظبط، وده معناه ان الرزاله منهم هتبدا من بدري. لازم نثبت لابوكوا ان كل الكلام اللي قلناه له كان حقيقي. بس انا كل الكلام اللي قلته له كان حقيقي، انا ما كدبتش عليه في حاجه. مين بس قال ان احنا بنكذب؟ اللي بنعمله ده لمصلحته هو قبل مصلحتنا. بالظبط. دورنا في المرحله دي ان انكل حسن والاربع غربان اللي معاه. مرحله عصر الليمون دي هتشمل كل ما هو ادب وشياكه وجمال وريق حلو مع ناديه، وطبعا البوم الاربعه يشوفونا كبلسم. عارفين يعني ايه بلسم؟ يعني يتحط على الجرح يطيب. لازم نصعب على ماما. مهما استفزونا، مهما عملوا فينا، احنا هنستقبل كل ده بشياكه وهدوء. احنا غلابه اصلنا، عشان ابوه لازم يعرف ان احنا معاه وفي ظهره في كل حاجه، عشان لما يجي يطلق ان شاء الله نبقى احنا برضه اللي معاه وفي ظهره. ملك قاعده براجع نفسي بصراحه، يعني الست برضه قالت خلاص واعتبروا الموضوع ده ما حصلش. وانت خدتي بالكلام ده يا سكر؟ حبيبتي امك كانت هتورينا الويل. عندها حق، وانتيش ضمانه كان الموضوع ده ما يتكررش تاني ما دام هي فتحت قلبها مره. كانت هتسيب الباب موارب، حتى لو نقلته او بعدت عنه كانوا ممكن يرجعوا لبعض في اي لحظه. مش بعيد اصلا كانوا يتجوزوا من ورانا ولا يتجوزوا عرفي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت هبله انت كمان. انا بقولك الحقيقه. ايه المطلوب؟ المطلوب زي ما انا قلت، بدايه الشغل الحقيقي هيبقى بعد الفرح. نسيبه يوم وبسط. الله يفيك الخير يا ابني. عيب يا ابني، زي ابويا برضه. انتوا فاكرين ابوكم مش عارف الكلام ده؟ بس عملنا كلنا. بسمع للآخر. مش هيعرف، عمرها ما هتيجي في دماغه. عارفين ازاي ده هيحصل؟ لو عدينا مرحلة عصر الليمون مظبوط تيبيكال، هو هيبقى فاكر ان احنا مش هنبقى معاه وهنعمل له مشاكل. بس لو حصل العكس، جون على ارضك يا معلم. احنا بنعمل كل ده عشان بفضل الله ما يرجعش يفكر في الموضوع ده تاني. ها؟ متفقين؟ الباب الموارب لازم يتقفل، واحنا اللي هنقفله. فاهمة يا نيلي؟ انا هضرب لكم الولد ده كل ما اشوفه. انتي عبيطة؟ اوعي تعملي كده، انتي كده هتبوظي لنا كل اللي هنعمله. خلاص هلعب معاه من غير مد ايد. ها؟ مش انتي تحبي الكورة برضو؟ انت هتبقي المهاجم بتاعنا في المرحلة التانية. وانا فين الليمون ده كله بقى؟ انت معانا في كل اللي هنعمله، بس اهم حاجة السرية التامة. ابوك لو عرف حاجة ايامك معانا هتبقى زي الزفت، الموضوع ما فيهوش تهريج. ديشا، انت لو فتحت بقك انت اللي هتخسر. مصطفى احنا ما بنهرجش. ماشي، بس انا عايز اعمل معاكوا حاجة. انت هتعمل زي ما احنا هنعمل بالظبط. البومة الصغيرة دي مهما ضايقتك ولا ضربتك ما تتكلمش خالص. وانت ليك دور ودور كبير كمان، بس مش دلوقتي، في المرحلة التانية. ولحد ما المرحلة التانية دي تيجي احنا اجتماعاتنا هتفضل هنا في المطبخ. تمام؟ وللعلم المرحلة التانية اسمها وداعا يا حبيب العمر. نرى الفتحة. سموا المرحلة التانية انتي طالق. حلو ده، على بركة الله يا شباب. المرحلة التانية باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.